اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بنجمتنا وبطلاتنا بطلات الكاراتيه ولحقوا انجازات كبيره مع سواء مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. برحب في البدايه بتوع هشام. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. شكرا. برحب بنوع عمرو طبعا نجمه النادي الاهلي ايضا ومنتخب مصر. اهلا بيك يا نوع. اهلا بحضرتك. منوره قناه النادي الاهلي. طب نوع خلينا اتكلم معاكي في البدايه. يمكن انا بحب دايما يعني ابتدي من النهايه. كان اخر بطوله ليكوا كانت في تركيا البريمير ليج، خدنا مركز ثالث صح ولا انا غلطان؟ صح تمام. وكانت المباراه الثالث والرابع كانت مع مين؟ كانت مع تركيا. كانت مع تركيا. طب ايه رايك احنا عملنا تقرير عن انجازاتكم دي؟ خلينا نشوفها بالتقرير ونرجع نتكلم تاني. اعزائي المشاهدين هنروح تقرير عملناه خصيصا عشان انجازات الكاراتيه الاخيره في البطولات العالميه. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. نجح لاعبو الكاراتيه بالنادي الاهلي في كتابه سطر جديد من التاريخ على الاراضي التركيه بعد التالق الذي حققوه خلال مشاركتهم في بطوله البريمير ليج الدوليه خلال الفتره من العاشر وحتى الخامس عشر من مارس الماضي. واستطاع الشياطين الحمر حصد ميداليتين من أصل 6 ميداليات حققتها البعثة المصرية، حيث نجح محمد رمضان نجم الأهلي ولاعب منتخب الكاراتيه في حصد برونزية الكوميتي في وزن تحت 84 كيلوغرام بعد فوزه على التركي وبطل العالم إيغور أكتاس بنتيجة 5-4. كما توج منتخب الكاتا سيدات ببرونزية نفس البطولة بعد تغلبه على المنتخب التركي أيضا وبفارق كبير. وقدم منتخب الكاتا سيدات بطولة ولا أروع بعد مقارعته لكبرى دول العالم مثل إسبانيا وروسيا وتركيا، علما أن منتخب الفراعنة كان أهلاويا خالصا بوجود 3 لاعبات من بنات القلعة الحمراء وهن آية هشام، نهى عمرو وتقى هشام. ويسعى النادي الأهلي لكتابة التاريخ وحصد الميدالية الأولمبية الأولى لمصر في رياضة الكاراتيه مثلما كان النادي الأهلي صاحب السبق على مستوى مصر والدول العربية والإفريقية بالظهور الأول عن طريق بطلة مصر والعالم جيانا فاروق، والتي يأمل جميع متابعي اللعبة أن تقتنص ميدالية أولمبية في الدورة الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021. اهلا بحضراتكم من جديد. تقى يعني انجاز كبير، كلميني عنه، استعديته ليه ازاي؟ يعني قولي لي الحدث بكل اللي كان يسبقه. تمام. هي عامه البطوله اللي فاتت دي احنا حضرنا لها حوالي 3 شهور بس، يعني احنا ابتدينا نتجمع من 3 شهور، فكانت اول فرصة ان احنا جاهزين فيها هي البطولة التركية، فاتمرنا كويس طبعا وعسكرنا. كان معسكر مغلق ولا كان معسكر مفتوح؟ يعني مش مغلق قوي عشان طبعا احنا عندنا جامعات ومدارس وامتحانات، فيعني الدنيا تبقى سهلة شوية. لا يعني قاعدين في بيوتكم ولا بتروحوا تقعدوا في معسكر؟ لا بنقعد في المعسكر. تمام. نتمرن مثلا الصبح وبالليل، ممكن بعد الظهر ساعات على حسب الظروف. فسافرنا البطولة والحمد لله الدنيا كانت كويسة. كنا بننافس ناس قويه، يعني كان عندنا مثلا فرقه اسبانيا بيسافروا طول الوقت وطول الوقت موجودين قدام الحكام فمتشافين، فبيبقى ليهم تقل على الملعب. صحيح صحيح. احنا بقى بالنسبه لنا كانت اول مره نتشاف، ف يعني خطفنا الميداليه دي فكان انجاز، وكان هناك الحكام وكده كانوا بيقولوا كلام ايجابي عننا. انتوا كم فرقه كانت مشاركه؟ كم منتخب كان موجود؟ يعني انا عرفت ان اسبانيا بيلاروسيا. لا كان كتير، مش عارفه كم فرقه بالظبط الصراحه. يعني اكيد في فرق مميزه او منتخبات جامده. المميزين كان معانا اسبانيا، يعني هي دي بيجيبوا اول عالم على طول. فان احنا ننافسهم دي حاجه كويسه، وكان الفرق بيننا وبينهم ما كانش كبير، كان حوالي نص درجه فعلا، فدي كان بالنسبه لنا حاجه حافز لينا للبطولات الجايه. وطبعا الماتش الفاينل اللي هو السيمي فاينل لما لعبنا ثالث وخامس كنا لعبنا مع تركيا على ارضهم وكسبتوه. فكسبنا يعني كان كمان الفرق درجه ونص، كان لا كتير يعتبر، يعني الحمد لله نص درجه وبيننا وبين تركيا. فاحنا قريبين يعني بالنسبه قريبين. لاول خطوه احنا قريبين قوي. طب انتوا كنتوا متوقعين ده؟ يعني انا ساعات لما اروح بطوله بقول يا رب بس نعدي، التمثيل مشرف. لا والله كنا متوقعين، يعني احنا الصراحه تعبنا قوي وربنا شدها تعب حد. صحيح. فاحنا تعبنا قوي ورحنا جاهزين، يعني واثقين في نفسنا ان احنا هنجيب ميداليه. طبعا كان نفسنا نجيب اول بس هيحصل مفيش حد بيطلع السلم مره واحده، فهي ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن. تدرسي ايه؟ انا بزنس يعني في جامعه. كويس، بس ما شاء الله باين اعماركم صغيره لسه قدامكم كتير ما شاء الله. الحمد لله. طب وليه يعني نوع نفس الكلام، يعني نفس القصه؟ ما كنتوش يعني كنتوا طالعين وعندكم ثقه ان انتوا تاخدوا ميداليه؟ بصراحه يعني كنا طالعين
يعني احنا يعني احنا اصلا عاملين حسابنا ان احنا ان شاء الله في احنا هناخد مركز. احنا كويسين ان شاء الله. طب يعني بتعرفي ازاي يعني احنا في معسكر انتوا ما عملتوش ماتشات وديه قبل ما تروح؟ ما كانش فيه كورونا طبعا والدنيا ما فيش احتكاك خارجي حصل؟ لا احنا عملنا اللي علينا في التمرين طبعا، دي اول حاجه، وفي الاول وفي الاخر هي بتاعت ربنا، بس احنا عملنا اللي علينا طبعا، ومستوانا مش بعيد، خصوصا ان احنا وثقتنا في نفسنا بقى يعني. بس التمرين حاجه والاحتكاك والإضاءة الماتشات وانت تقف على البساط حاجة تانية. وفكرة ما هي حاجة تانية، بس احنا عايزين نكسب يعني، ما نفكرش في اي حاجة تانية، فاحنا مش حاطين على ناس ترس، احنا عايزين نكسب بس. فالروح دي لوحدها يعني بتشد الحكام وبتشد كل ده، مع التمرين طبعا ان احنا عملنا اللي علينا كله. فطبعا يعني احنا كنا رايحين واثقين في نفسنا ان احنا ان شاء الله احنا رايحين نعمل حاجة هناك. انت عارفه انا اقول لك على حاجه. عارفه في علم الرياضي النفسي الرياضي او الطب الرياضي النفسي، لما يبقى لعيب خايف من مباراه او ماتش يزودوا حماسه، الحماس لما بيزيد بيغلب الخوف، فتلاقي الخوف عندك بيبقى يعني بيبقى عندك احساسين، ما كلنا بنخاف ولكن الحماس بيزيد. ده اللي حصل معاكم؟ ده اللي حصل معانا فعلا. واحنا لا احنا يعني واثقين في نفسنا، وهي مش مجرد احتكاك بالنسبه لنا، كانتش مجرد احتكاك، احنا رايحين حاطين في دماغنا تارجت معين، كنا حاطين في دماغنا احنا عايزين نوصل فاينل. ما حصلش نصيب والفرق كان قليل، تمام، المهم ان احنا نطلع من هنا ان شاء الله بحاجه معينه. طب اتعلمت الروح دي فين؟ ان انا لازم اروح وحتى لو ما تعديتش كويس انا هكسب. يعني اتعلمتها يعني من نادي يعني بصراحه، جوه النادي الاهلي. لو لازم اكسب حتى لو الاداء ضعيف، حتى لو انا شايله الدنيا لوحدي، لا انا هكسب يعني هكسب. الكلام ده رايك؟ نفس الفكره الصراحه. وفكره برضو الوقوف على الملعب وكده، هي ممكن تكون حته الخوف اللي حضرتك تقول عليها دي بتروح شويه مع الخبره. يعني مع الاحتكاكات الكتير الحته دي بنعرف نتغلب عليها. يعني ايه تقعد انت ما شاء الله من 16 17 لا يعني مثلا احنا من 2016 بنلعب بطولات دوليه. فالخبره يعني ما ينفعش الخوف، لو الخوف عدانا خلاص كده الدنيا تبوظ مننا، بالذات لما بنيجي نلعب تيم لو حد فرق فعلا كل حاجه بتبوظ. طب انتوا بس عشان نعرف الساده المشاهدين، انتوا بتلعبوا ثلاثه ومعلش عيدوا لنا برده يعني اللقطات. ثلاثه بتلعبوا وبتعملوا استعراض، لان القتال نعرفه او الناس تعرفه ان هو استعراضي مش 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 نزالي. هو قتال وهمي يعني. قتال وهمي. هو فن استعراضي احنا متفق عليه. هو بس انا عايز اجيب الوقعه اللي وقعتها يا تقى، معلش يا جماعه هي تيجي ايه بس، عشان انا قلت لهم مين ده، انا ظهري وجعني. فبصوا يا جماعه بصوا بس، دي يعني حركه زي دي يعني يعني فلا الناس فاكره الكاراتيه، معلش يا نوح لا احنا بنضحك بس الناس فاكره الكاراتيه. هو ده شرح الكاتا اللي احنا بنلعبها. يعني احنا في الفاينل او في الثالث والخامس بنشرح الضربات اللي احنا بنشتغلها، لكن بيبقى قبل الضرب ده في كاتا ما فيهاش ضرب خالص، مش ضرب، استعراض بس. استعراض بس، لازم احنا ثلاثه نفس الباور نفس السرعه، يعني نفس كل حاجه مع بعض، الرمزه صعبه جدا. فبنخلص وبنشرح عليها يعني هو ده الشرح. انا عارف متفق عليها، بس انت ازاي تلمح حزملتك وانت واقفه؟ صعبه؟ لا يعني بالتمرين. هو بالتمرين وكمان بان احنا خلاص حفظنا بعض يعني. طب انتوا حتى طب بره الملعب بيبقى فيه يعني كلام؟ طبعا يعني احنا يعني بره الملعب كلنا صحاب وكلنا وبتروحوا وتيجوا مع بعض. ايوه احنا يعني احنا اخوات قوي يعني، وفي محبه ما بيننا. ده حتى الاسم تقى هشام وايه هشام، انتوا مش اخوات. مفيش اكتر من كده. يعني طب نعمل ايه؟ بفوق يعني الروح الحلوه اللي ما بيننا لو مش موجوده فعلا هيبان على الملعب، هيبان ان احنا مش هي الروح دي هي اللي مش مع بعض. يعني احنا لو مع بعض في مشاكل نفسيه مشاكل مش هنكسب، دي حقيقه. طب معلش هقول حاجه يعني احنا ساعات بيبقى بين البنات وبعضهم غيره، يعني ما بتبقاش موجوده في الولاد، يعني خلينا نقول دي بتبقى الولاد بيبقى في مواضيع تانية، انما في البنات بيبقى في غيره شويه، دي مش بينكم في اللعب؟ لا مش ما بيننا، مش حساها يعني. بس مش في اللعب في حاجات تانية غير اللعب؟ لا هو لا يعني يعني في اللعب ما فيش، في الكاراتيه وكده مش بنفكر في الحاجات دي خالص، خصوصا ان احنا الثلاثه تيم واحد، فاحنا الثلاثه بنفكر في بعض، بنفكر ان احنا نعلي بعض، كل واحد فينا بيفكر في الثاني، احنا مش واحد بس، واحنا كلنا احنا الثلاثه واحد بس، فاحنا كل واحد بيفكر في التاني. اداء زميلتك هيعليكي بالظبط وادائي هيعليها، واحنا عايزين نكسب في الاخر. ايه الجمال ده؟ حلو جدا. انا عايز اقول لك انه الالعاب دي بتديك ميزه في حياتك، ان انت ازاي تشتغل مع تيم ورك، صح؟ دي حقيقه. يعني انت في الجامعه ده فايدك اكيد قوي. جدا. يعني اكيد هيبقى في علاقات جيده مع زمايلك، بتشتغلي في تيم ورك، في البروجكتس اللي بنعملها بيبقى في تفاهم ما بيننا اكتر. طب قولي لي انت في سنه كام؟ في ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي لسه صغيره ما شاء الله، العمر قدامك يا رب يحميك يا رب. قولي لي انت بداتي ازاي بقى؟ يعني يمكن بداتي كاراتيه ازاي من اول ما بداتي وانت صغيره؟
انا بدات كاراتيه وانا عندي 4 سنين. يا خبر ابيض. في النادي الاهلي. 4 سنين؟ اه. سن صغير قوي. اه. من سنتين مثلا. لا من 4 سنين. يعني من 4 سنين بدات كاراتيه، اتاسست مع كابتن ماهر حمزه. وبعديها يعني بقى الحمد لله، يعني من اول لما بدات القاهره وانا اول قاهره. ما شاء الله. ويعني 10 سنين اول قاهره وخمس سنين اول جمهوريه، لحد ما دخلت منتخب الناشئين 2019. فعلا وانت سن صغير يعني. لا انا كان سني جايب. هو منتخب الناشئين ده كان سني 2019. طب وهو في النادي الاهلي كان متوقعين لك يعني انت هتوصلي لكده؟ المدربين كانوا انت تقدري؟ بصراحه يعني انا خدت دافع جامد قوي من المدربين في النادي والاداره في النادي، دكتور محمد حسن ودكتور مراد، واخدت دافع قوي يعني، وكابتن علي غباشي، وكل دول ادوني دافع لقدام قوي. وخصوصا كمان الكابتن بتاعنا كان في المنتخب كمان بيمرنا دلوقتي، هو اللي كان بيمرنا في منتخب الناشئين. فعلا يعني طلع معاكي في الناشئين هو اللي مرنك دلوقتي. ففي هارموني كبيره بينكم. كابتن ابراهيم مجد. طب انت اصلا يعني سن صغير ما شاء الله لسه عندك بطولات عالم ناشئين صح؟ او ناشئات كنت لعبت كنت لعبت دوري عالمي للشباب، هو كان في كرواتيا. كنت جبت ثالث، كان معايا بقى اسبانيا و 2019. كان معايا قبل كورونا. قبل قصه قبل كورونا. كان معايا اسبانيا ويابان، ويابان دي بتجيب اول دايما. جبت ثالث. الحمد لله. طب وعندك دوري عالمي تاني قريب؟ ما هو اكيد بيتعاد تاني يعني، مثلا كل هو المفروض هو المفروض فيه، بس هو عشان الكورونا كده فممكن يتلغي. بس وكان معايا، كان ساعتها البطوله دي كنا 93 بنت مشاركين فيها. طب انت ما بتحلميش التاهل للاولمبيات او حاجه زي كده ولا؟ لا اكيد طبعا، مين مش بيحلم. يعني بتحلموا بيه؟ طبعا. طب وانت هتقولي لي بدات ازاي الكاراتيه من سن قد ايه؟ ما تقوليش من 3 سنين بقى. 4 يعني عشان بس انا ما اتعقدش. لا أربعة برضو بدات في النادي ومدربيني ابتدوا يشوفوا، او انا حبيت اللعبه الصراحه، انا كنت داخلها الاول غصب. بس البنات ما بيحبوهاش يعني، بالعادي تلاقي البنات دايما بيهربوا. ممكن في الحته اللي انا ابتديت اجيب فيها بطولات وابتديت احس ان انا بعمل انجاز ابتديت امسك فيها. حلو. يعني انا زمان كنت بحب اروح التمرين الصراحه. غصب عنك. بعد كده بقى لما لقيت لا ده في بطولات واول وذهب، يعني الموضوع زغل العين شويه. خلاص لا نكمل في اللعبه الحلوه. فالحمد لله كنت اول قاهره جمهوريه في سني دايما، ودخلت المنتخب 2017 كان عندي 16 سنه، شاركت في البحر المتوسط جبت ثالث، وجبت اول عالم في 2017. اول عالم؟ كان عندي 16 سنه، كنت اصغر لاعيبه يعني. ما شاء الله. وبعد كده برضو جبت مرتين فضة في أفريقيا، ومرتين فضة دورة ألعاب، ومرة ذهب في أفريقيا 2018. على السن ده ما شاء الله تاريخ كبير جدا. طب وبعد 2019 كان أفريقيا خلصنا؟ آخر كانت آخر حاجة دي. جبت أول في رواندا في أفريقيا، وبعدين سافرنا بطولة بريمير ليج في دبي، جبنا فيها ساعتها خامس، بس تعادلنا مع أستراليا. كانت سنة كام؟ كانت 2020. 2020 بس. يمكن قبل كورونا، قبل مارس. يعني كانت اخر بطوله. الدنيا قفلت. جبنا ساعتها فيها خامس، بس كنا متعادلين على الثالث. فخلوا الماتش ترجيحي، فكان حظنا كده. وكان برضو في نفس السفريه طلعنا من دبي على المغرب بريمير ليج، جبنا فيها ثالث. اخر حاجه بقى اللي احنا لسه جايين منها دي من تركيا. لا ده لسه عايز اعرف البطولات اللي جايه، احنا اتكلمنا على اللي فات. بس خلينا نعرف البطولات اللي جايه، ولكن بعد الفصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بطلات العالم في الكاراتيه. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نجمات وبطلات الكاراتيه بالنادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا. نهى اجيلك، يعني كنا بنتكلم قبل الفاصل عن اللي فات. طب اللي جاي ايه؟ اللي جاي عندنا بطوله ان شاء الله في البرتغال، دي بريمير ليج برضو. بطوله من البطولات الكبيره على مستوى العالم. هي اصلا بطوله البريمير ليج دي اصلا بتبقى اصلا بطوله العالم، علشان البلد ليها ان هي تشارك بكذا فريق. نعم. بطوله العالم هو فريق واحد بس، فاحنا مثلا اي فريق يعني اي عدد ممكن يخش من اي بلد، فهي بتكون منافسه كبيرة. منافسه جامده قويه قوي. فاحنا ان شاء الله عندنا البرتغال كمان شهر تقريبا. معسكرين دلوقتي؟ معسكرين دلوقتي. معسكرين. انتوا في معسكر على طول؟ وبعديها ان شاء الله لو في نصيب في افريقيا. يعني عندي في الشباب وفي مع المنتخب الاول برضه. بس انت قلت لي في الفصل ان دي اول بطوله جماعيه ليكي صح؟ دي اول بطوله جماعيه ليا، عشان انا كنت اصلا من 2019 منتخب ناشئين، دلوقتي انا منتخب شباب، بس انا متصعده للمنتخب الاول. بس يعني تحت السن. هايل. طب خلونا كده، يبقى معانا ايه هشام تالتكم اللي خدت معاكم البطوله. ازيك يا ايه؟ الف مليون مبروك الحقيقه، يعني حاجه جميله.
وبنهنيكي. الله يبارك في حضرتك، يعني شكرا جدا. كلميني عن التحديات اللي قابلتكوا قبل البطوله. قبل البطوله يعني التحديات في البطوله نفسها ولا؟ لا قبل البطوله وكمان في البطوله. والله قبل البطوله احنا يعني التحديات نفسها ان دي كانت فتره امتحانات، فكانت فتره مضغوطه معانا شويه، ان احنا محتاجين نبقى في معسكر ونتمرن تمرينتين في اليوم، وفي نفس الوقت امتحاناتنا شغاله. يعني في ناس اضطرت تأجل المواد علشان كانت نفس ميعاد البطولة. دي كانت أكتر حاجة يعني عاملة ستريس علينا. والبطولة طبعا احنا كان معانا فريق أسبانيا في البولد، ده فريق أول عالم بقاله كذا سنة ورا بعض. وكان معانا فريق منتخب تركيا الأول اللي هو الفريق الأساسي كان معانا برضو في البولة، فاحنا بنلعب على أرض تركيا، فده طبعا كان تحدي بالنسبة لنا إن احنا عايزين نكسب صاحب الارض. فالحمد لله ربنا كرمنا يعني، وكسبناهم بفرق كمان في الدرجات كان كبير يعني الحمد لله. طب ايه قولي لي، يمكن كورونا حاجه مزعجه جدا يعني، كل الناس بتبقى قلقانه وقلقانه سافر وقلقانه، انتوا تعاملتوا مع الموضوع ده ازاي؟ ايه هو كان في هناك بصراحه التنظيم من البطوله كان مجهز يعني ان هو يستقبل الدوله، كانت مجهزه ان يستقبل البطوله، وكان في تنظيم، كان في حل في كل حته، واحنا ما بنمشيش من غير الكمامه. كل حاجه كانت منظمه، بنعمل مسحه كل يوم قبل اللعب عشان يبقى ضامن قبل ما ندخل التسليم، اصلا ما ينفعش حد يدخل غير لما يبقى نيجاتيف كورونا. طبعا احنا كان طالع معانا دكتور منتخب رحمه الصاوي، كان برضو متابع معانا. الجهاز المدربين كانوا مركزين معانا ان احنا ما حدش يخرج بره الفندق. لا يعني كان في احتياطات كنا واخدين بالنا كويس الحمد لله. طب قولي لي، يعني يمكن اكيد لازم اسرتك تعبوا معاكي كمان يا آيه، يعني خليني اقول انه الانجاز ده بيجي وراه اسره كامله واقفه وراكي، كلميني طبعاً على الموضوع ده. يعني انا طبعا يعني والدتي، يعني انا والدي والدتي هم اكتر مشجعين ليا، بس والدتي بالذات يعني معايا في كل حاجه، بتسهر معانا، بتوديني التمرين، دايما معايا، فطبعا هم اكبر سبورت ليا يعني. ربنا يوفقك طبعا ايه هشام، نجمه الفريق والاحد الابطال. يعني كانوا بيتكلموا عني كويس قوي على فكره دلوقتي، نهى وتقى، وكانوا بيقولوا ان انتوا روحوا واحده، يعني عايزه تقولي لهم ايه في الاستوديو؟ يعني انا بحييهم والله اللي على وقفتهم في الملعب، وكانوا رجاله وكل واحده فيهم فوقت على نفسها واتحدت نفسها، كانت قد المسؤوليه مع انهم ما شاء الله سنهم صغير، فلا هم انجاز يعني بصراحه. طب تو انت عايزه تقولي حاجه لاي على الهوا؟ والله احب اشكرها طبعا، عشان يعني هي اكبر واحده فينا، فدايما تنصحنا ودايما يعني تقعد تدينا حاجات كده عشان نعمل الاحسن في الاداء، فطبعا هي بتقف معانا يعني. طب نهى تحب تقولي لها حاجه؟ هي يعني هي بالنسبه لي يعني اكبر واحده موجوده، وهي دايما فعلا بتنصحنا وتقول لنا ايه اللي لازم نعمله، يعني هي اللي محتضناكم. طب ايه قولي لي، مين في نهى وتقى يعني بيتعبك شويه، شقي، ينام متاخر، يعني قولي لي. لا خالص والله، لا بجد هو كلنا بنبقى شايلين مسؤوليه يعني. يا لا والله. لا خلاص، احنا في بطوله، كلنا واخدين بالنا، في ميعاد نوم، بناخد بالنا من اكلنا، في التزام يعني، في التزام تام في كل حاجه. لا طالما انت مش عايزه تقولي انا اخليهم يعترفوا على نفسهم يا ما تقلقيش يعني. لا والله كانوا زي الفل، لا يعني ابطال بجد. طب قولي لي في البطوله اللي فاتت دي اكيد حصل حاجه كوميديه، موقف كده، حاجه في المطار، احكي لي حاجه من الحاجات دي. ايه بس يعني لا في حاجه افتكرتيها فاقولها. لا فاكره حاجه؟ لا عادي، الهزار العادي يعني، ما فيش حاجه معينه. يعني مثلا ما كانش في الطياره كده. ولا انت عايزه تقول حاجه؟ لا والله انا يعني مش هقول حاجه. ما كانش في حاجه كوميديه حصلت كده؟ يعني السفريه كلها بتبقى كوميديه يعني، ما فيش حاجه لقطه كده رحت الملعب لقيته حاجه مش مظبوطه، حاجه بتاع يعني قولي لي حاجه من الحاجات دي. اكيد واحنا راضيين كان ده انا في اي يعني بطوله اقول لكم حصل كتير، ما فيش حاجه تفتكروها؟ ما فيش حاجه والله جايه في بالي معينه، بس هو في حاجات كتيره بس مش جايه. طب لطيف يعني، احنا كفريق مع بعض السفرين مش يعني بطوله، بس مش تحت ستريس بقى اللي هو بننهار، لا يعني الدنيا الجو كان لطيف. طب قولي لي ايه، عملت شوبينج هناك؟
لا كنتوا قاعدين كنا تحت يعني خرج منهم اصلا خروج من الفندق. يعني انتوا كنتوا قاعدين في بابل ولا انتوا اللي ما خرجتوش شوبينج؟ لا احنا في نظام الكبسوله تقريبا او حاجه كده يعني، هو دي اجراءات البطوله اصلا. فاحنا لا احنا ممنوع نخرج بره الفندق لسلامتنا يعني. بس احنا بس ده بيصعب الامور شويه يعني، بتحس ان انت زهق وبتاع ولعب وترجع الاوتيل ومش مصرح ليك تخرج، موضوع زهق شويه. شويه طبعا بيبقى الجو يعني بيبقى الواحد محتاج يتمشى او كده، بس خلاص احنا عارفين ان احنا ده عشان سلامتنا وفعلا يعني لا قدر الله ممكن حد يطلع يتصاب. فالبطوله اصلا كلها يعني خلاص، ولو حد لا قدر الله اتصاب بعد الشر الفريق كله مش هيلعب، فكله كان. طب وجاهزه ايه ان شاء الله للبرتغال كمان شهر ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله احنا في المعسكر يعني. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل نتيجه كويسه باذن الله ونوصل فاينل ان شاء الله. يا هشام نجمه طبعا فريق الكاراتيه في الكاتر منتخب مصر والنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن يا تقى يعني حلوه الروح دي وحلو الكلام وحلو القصص والحكايات وحلو انه يبقى الجماعي اكيد بيبقى احسن من الفردي. ليه روح مختلفه يعني، مثلا لما بنكسب بتحس ان انتوا الثلاثه بتفرحوا مع بعض، ليها روح مش طبيعيه الصراحه. وكل واحد ساهم بحاجه معينه. طب كلميني عن البرتغال، يمكن انا خدت راي نهى عن بطوله البرتغال الجايه، شايفاها ازاي؟ شايفه الفرق المنافسه، هنروح نقابل نفس الفرق تاني ولا ممكن في دول تانيه؟ هنقابل نفس الفرق تاني وفرق تانيه اتقل يعني. هي البرتغال الجايه هتكون اصعب من تركيا الصراحه. ايه لسبب؟ فيها فرق متصنفين عالميا برضو زي بتوع اسبانيا يعني، بتوع ايطاليا جايين، بتوع فرنسا، المغرب برضو، بس احنا ان شاء الله هنكون قدهم يعني. طب وده اتفرجتوا عليهم ولا؟ طبعا احنا يعني احنا نعرفهم واحتكينا بيهم كتير يعني، مثلا فريق المغرب قبل كده قعدنا كذا سنه مش عارفين نكسبهم، بس الحمد لله من سنه او من سنه السنه اللي فاتت ولا قبلها بقينا نكسبهم في المطوشه وعلى ارضهم بفرق كويس. طب والفرق الاوروبيه برضو بتشوفوهم يعني؟ المغرب اكيد قابلناهم في افريقيا. لا الاوروبيه كمان شفناهم يعني اخر فتره مثلاً. لما كنا بريمير ليج المغرب ودبي كانوا ورا بعض كنا بنشوفهم نحتك بيهم. فرنسا وايطاليا برضو في نفس الترم بتاع اسبانيا. كويس. فكنا الدنيا، بس ان شاء الله ربنا يوفقك وانتوا اكيد بتستعدوا. وخلينا اتكلم بقى عن زي ما سالت ايه عن طبعا دور الاسره، اكيد باباكي ومامتك برضه بتعملي معاك. الصراحه هم يعني هم اصحاب البطوله الاساسيه يعني، هم زي ما بيقولوا كده هم الجندي المجهول بتاعنا. صحيح. يعني الصراحه فعلا احنا من غيرهم ما نعرفش نعمل اي حاجه، هم اللي بيساندونا يعني وقت ما يبقى فيه حبه احباط، هم اللي يخلونا نكمل معنويا بقى وكل حاجه. الصراحه هم اللي واقفين جنبنا. مين اللي بيتعب معاكي اكتر؟ الصراحة الاثنين الاثنين بيتعبوا قوي يعني، يمكن البيت كله والله يعني انا اللي بلعب رياضة الوحيدة في البيت، فالبيت كله بيضحي عشاني والله. ليك اخواتك كمان برضه؟ احنا اربع اخوات، فربنا يخليهم ليا كلهم يا رب يا رب. طب يا نهى قولي لي برضه ايه الاخبار، بابا ولا ماما اللي بيتعب معانا اكتر؟ لا ماما. دي مامي التقى صح؟ سبت الكل بقى ربنا يخليكي ليا. ربنا يخليها لك يا رب، لان فعلا الام هي الاساس في كل شيء. دي حقيقه. نهى قولي لي بقى ايه؟ لا بصراحه هما الاثنين يعني، هما والله بجد هما الاثنين على يعني على مدار ال 12 سنه اللي انا بلعبه اللي انا لعبتهم دول، هما ال 12 سنه دول هما الاثنين بجد بيتعبوا معايا بطريقه مش طبيعيه يعني، انا بجد من غيرهم ما كنتش عملت ولا حاجه من اللي انا عملتها. طب اخواتك رياضيين ولا؟ رياضيين. اخويا كان بيلعب كوره واختي كانت بتلعب كاراتيه معايا. بس لما يبقى في رياضي واحد بيبقى موضوع سهل، انما تلاته رياضيين. واحد تلاته كنا رياضيين وبابايا كان رياضي، فالحوار بيلعب ايه بابا؟ كوره قدم. وعشان كده هو مؤمن بالرياضه في حياتكم. هو بالنسبه له لا، بس هي بشرط ان هي ما تاثرش على الدراسه. بس تقدروا يعني، تقدروا العمر ما الرياضه بتاثر على الدراسه، بس هي يمكن عشان معسكرات هتبقوا تعبانين شويه. طب قولي لي يوم معسكرك ازاي؟ يعني انتوا برضه معسكر، انتوا معسكرين انا عارف انتوا معسكروا في مركز اولمبي تقريبا في المعادي. يوم معسكركم ازاي؟ لو يوم عندك فيه مثلا مدرسه، بس هو مفيش مدارس، هو اونلاين دلوقتي. بس نقول بتعملي ايه من الصبح؟ يعني الصبح لو عندها تمرين الصبح مثلا ننزل تمرين الصبح، نخلص اطلع مثلا اكل، انام ساعه، بعدين اقوم مثلا اشوف مذاكره. دي صوره ليكي صح؟ ده هناك في تركيا. ما شاء الله. ماشي كملي انا. اصحى مثلا اشوف المذاكره، بعديها مثلا يكون عندها تمرين تاني، فاليوم بيخلص على النوم وببدأ على النوم. يعني
بيبقى اليوم يعني اليوم كله كده، او بقى لو عندي دروس او كده فاروحها وارجع على طول. اليوم يعني كله بيبقى اليوم مليان كده. مسحوم جدا، تحس الايام بتعدي بسرعه، تبقى عايزه ساعه بتعدي بسرعه. بس والله كل ده بيهون لما بناخد الميداليه او لما بنكسب، ننسى كل ده بقى فعلا. يعني هو بننسى كل ده لما ناخد الميداليه، كل ده بيتنسي. مكسب حلو ما فيش شك، والنادي الاهلي دائما ابدا بطولاته كتير. اعزائي المشاهدين لازم نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بطلات ونجمات الكاراتيه في مصر. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نجمات وبطلات الكاراتيه في النادي الاهلي ومنتخب مصر. طيب يمكن اجي لك، ارتداء قميص منتخب مصر ده بيبقى شرف كبير جدا جدا. دي حقيقه. شايفاه ازاي لما بتسافري وتشوفي الناس بتتكلم عن مصر؟ شايفاه ازاي؟ الصراحه انا من صغري طبعا، يعني من قبل ما اشارك في البطولات الدوليه، اللي هو لما بشوف حد لابس الجاكيت المكتوب عليه ايجيبت، بس يعني هو كان بالنسبه لي ده حلم، انا عايزه الجاكيت. فاول مره استلمت تريننج بتاع المنتخب، فدي كانت بالنسبه لي حاجه مؤثره جدا. طبعا بقى لما بنسافر وحضرتك واقف على المنصه، يعني احساس بيبقى مش طبيعي، تحس انت هتعيط من كتر الفرحه، بيبقى احساس يعني ما يتوصفش. طبعا اكيد. وخليني اقول لك انه تعامل الناس ازاي. طيب يعني دي صور ليكي ولا صح مش كده؟ ده انا. طيب يعني برضو خليني نتكلم عن مقابله الناس في المطار لمنتخب مصر. نظرة الناس بتتكلم معاك ازاي؟ الدول لعيبه الدول التانية بيتكلموا عن مصر ازاي؟ الصراحه يعني عندنا في المجال بتاعنا في الكاراتيه، احنا بره الناس يعني بتبقى حاطانا عامله لنا حساب، عامله لنا حساب فعلا. يعني احنا بره دوله ثقيله، يعني احنا لاعب مصر لا بلد ثقيله، زي احنا مثلا بنقول احنا بنحتك بدول ودول ودول تقال، احنا برده بالنسبه لهم بلد قويه. ودايما بيتكلموا عننا كويس طبعا. هل مثلا حد قبل كده قابلك قال لك الاهرامات؟ دي حقيقه والله. دايما لما مثلا حد يعني معلش هقاطعك، بس دي شهاده. ده كنت واخده السنه اللي فاتت اسامه الجمهوريه رئيس عبد الفتاح السيسي. ما شاء الله. سياده الرئيس كان من اكبر الداعمين. كان احسن تكريم على فكره، مش بس كره القدم، كل الالعاب يعني سياده الرئيس بيدعمها بشكل كبير جدا. طب شعورك ايه لما خدت حاجه زي كده؟ هو دعمه المعنوي ده حاجه عاليه جدا، يعني طبعا. تحس ان انت عايز تعمل تاني عشان تقابله تاني، عشان دي حقيقه، تكرم تاني منه او تاخد شهاده تقدير تانيه. وبرده كرمته مرتين، الثلاث مرات من وزير الشباب والرياضه، فصراحه هم بيدعمونا دعم حلو. طب قولي لي، نفس الكلام يعني؟ من ساعه لما بدات بطولات دوليه عامه من وانا صغيره، يعني اول بطوله دوليه سافرتها كان عندي 10 سنين، ما بحطش في دماغي ان انا عايزه اكسب او عشاني، على قد ما هو ان انا عايزه افرح ناس تانية او اهلي او كده، او ان انا شايله اسم بلد لازم اكون قدها اكون قد المسؤوليه دي. طب انت يعني اكيد بتتابع امور تانية، يعني مثلا انت لما بتبقي بره مصر اكيد بتبقي الواحد بيحن لبلده، بيبقى فاتح تلفزيون على طول بلده وهو بره، بتتابع الاحداث الكبيره في مصر برضه؟ طبعا. تابعتي نقل المومياء؟ اكيد، ما فيش حد ما تابعهوش يعني، اكيد. طبعا. طب اكتر حاجه عجبتك ايه؟ لا هو كله بصراحه. طيب. يعني لا كله ما كانش فيه غلطه يعني بصراحه. عجبكيش الاستعراض الاوبرالي الكبير؟ هو ده اكتر حاجه تقريبا مميزه عجبتني فيه، بس هو فيه ميزات كتير قوي، يعني ما فيش حاجه معينه اقدر اقول. خلي بالك انا قابلت بنات كتير يعني بطلات رياضه كمان، لما شافوا العرض ده قال لك انا عايز ادرس موسيقى. انا كنت عايزه ادرس اثار. انا كنت عايزه ادرس اثار، فنون جميل، المهم ان انا اعمل حاجه كانوا بيعملوها هنا. يعني انا عايز اقول لك ان الهدف من حفل زي ده زي ما قال سياده الرئيس انه اعلاء الاحساس بالوطنيه، وان انت تعرف تاريخ بلدك، وان قد ايه بلدك عظيمه. فالحمد لله ان وصل لجيل زيكم، يعني ناس او لاعبات بيمثلوا مصر ويوصل ليهم الانتماء ده، فدي حاجه جيده اكيد هتنعكس عليكم في البطولات. طيب خلينا نتكلم عن نظره اللاعبات الاخرى في المنتخبات الثانيه، حواركم معاهم، كلامهم عن مصر بيبقى شكله ايه؟ هو من ايه؟ اول سفريه تقريبا سافرتها مع المنتخب هي كانت في قبرص ساعتها. دي كانت اول خبره ليا مع المنتخب، يعني كانت اول مره احتك مع، انا دلوقتي في منتخب فانا مسؤوله عن حاجه معينه لازم اكون قدها وكده. فوانا بلعب كان منتخبات تانية بتتفرج عليا وانا بسخن بس. فعلا. وانا بسخن بس، يعني شوفوكي بتعمل ايه، بيتفرجوا بس. دخلت ولعبت، كنت الحمد لله اول دورين، اول مجموعه يعني اول جايبه اول في المجموعه كلها، ولاد وبنات، انا اعلى درجات في البطوله كلها يعني الحمد لله.
بس وبعدين وكان في منتخبات تانية بتشجعني اصلا وانا بلعب، يعني منتخب المانيا مثلا كان بيشجعني وانا بلعب. اوروبيه يعني مش افريقيه؟ احنا بنشوف دايما المنتخبات الافريقيه بيشجعوا بعض. لا لا مش افريقيه، وهي اوروبيه، كانت المانيا كانت بتشجعني وانا بلعب. جينا في يعني في السيمي فاينل حصل ما حصلش نصيب فيه يعني، يعني حصل حاجه كده. بس ساعتها مثلا لما يعني عملت غلطه وانا بلعب، فالمنتخبات اللي كانت بتلعبني اتنططت وفرحت وقعدت تحضن بعض علشان انا بس خرجت او تطلعي، لانه طبعا عشان طلعت علشان هم يخشوا. فدي في حد ذاتها كانت حسيتي ان انت فعلا، حسيت ان انا جامده. لا هم عاملين الحساب، لا جامد يعني. تو حصل معاك حاجه زي كده زي نوع ان هو يعني اتعرضت حاجه زي كده؟ هو الحمد لله، الحمد لله حتى الان يعني كله بعلق فيه الحمد لله. الحمد لله ما حصلش حاجه زي كده. بس هو طبعا يعني البلاد الثانيه زي ما هي بتقول، لو المنافس قوي هم بيتنططوا بره عشان المنافس ده يعني يا رب يقع يا رب يتهز. طب ما فكرتيش يعني تدرسي بره، تروحي احتراف بره، يجي لك حد يكلمك في بطوله مثلا قال لك تعالي عندنا انضمي لفرقتنا، حصل كده؟ لا الصراحه، بس هو كان قبل كده مثلا في فرصه ان انا اروح العب باسم دبي وكده، بس الصراحه انا ما رضيتش يعني. انا يعني مش هسيب باسم بلدي واروح العب باسم يعني بلد ثاني حتى الان. حتى الان انت عايزه تسيبي؟ حتى الان حتى لو جابوا لي قد ايه لا، هو انا هلبس الجاكيت بتاعي زي ما قلت لحضرتك ايجيبت ومفيش غيرها الصراحه. انتماء عالي جدا والحقيقه جميل انا المسه فيك يعني صراحه. صراحه فخر لاي لاعب ان هو يلعب باسم بلده ويرفع علم مصر، فدي فخر لينا كلنا. صحيح. كل الناس تتمنى تعمل كده. صحيح. نوع انت تعرضتي لحاجه زي كده؟ هل مثلا فرقه كلمتك قالوا لك لا تعالي انضم لنا ولا لسه؟ لا لسه، ما عشان برضه لسه صغيره. ما فكرتيش تدرسي بره؟ لا برضه هو هنا يعني كل حاجه موجوده هنا. انا برضه مش هسيب بلدي واروح بلد تانية. بس وكان في بطوله تانية برضه سافرتها، كانت مع النادي الاهلي. فين؟ في اسطنبول سنه 2019، بس كنت بلعب فوق سني يعني، كنت 16 وبلعب تحت 18 وجبت اول الحمد لله. فعلا البطوله دي كانت ايه؟ كانت بطولة دولية برضو، كانت اسمها بوسفور، كانت النادي الاهلي مطلعها لنا عشان نحتك بيه. عندهم مضيق اسم البوسفور. لعبت البطولة كانت باسمه؟ كانت بطولة دولية. حد يشترك فيها؟ اي دولة تشترك فيها، كان في يونان وفي بس انت مثلتي الاهلي مش مصر. هو لا يعتبر برضو النادي الاهلي. مثلت النادي الاهلي بالبلد، بالبلد ما هو بيكتبوا اهلي ايجيبت. يس. خدت فيها اول. كان كام لاعب ولاعيبه مشتركين؟ مش فاكره والله، بس هما كانوا كتير فعلا. كانوا كتير. احساس الجامد وانت ما شاء الله عدد كبير من اللاعبين. انا كنت بلعب مع ناس كبيره يعني. انا كنت اصغر واحده فيهم تقريبا. هايل. اتعرضت حاجه زي كده برضو يعني؟ هل سافرت البطوله دي طيب مع النادي الاهلي ولا ما رحتيش؟ لا ساعتها كنا احنا ساعتها باين عندنا بطوله في المنتخب او حاجه ما رحناش دي يعني. بس لا، وانا بالنسبه لي مثلا لو نفس الموقف بتاعها لما لعبت بطوله العالم كنت اصغر لعيبه فيهم، كانت في اسبانيا 2017. هي كانت تحت 18 وكان عندي 16 سنه. فنفس الموقف شويه. الحمد لله. يعني قولي لي يا تؤى يعني طموحاتك ايه؟ يعني عايزه ايه في اللي جاي؟ في الفيوتشر القريب يعني والمستقبل القريب يعني. الصراحه يعني ان شاء الله نفسي يعني يبقى ليا اسمي يعني، مش عايزه امشي كده وخلاص يعني. عايزه اسيب بصمه. ايوه. هي الفكره دي، لازم طبعا الانسان يسيب بصمه في حياته عشان ما يبقى يحس انه عمل حاجه. سيب الروح دي لازم تسيب. نوها انت يعني طموحاتك ايه؟ انا نفسي احقق نفسي يعني تاريخ كبير، اللي هو اكون ماشيه عامله، ونفسي طبعا اعمل انجاز ما اتعملش، فيكون يعني هتعملي انا اول واحده كده علمت فيه. بس ان شاء الله هتعملي باذن الله. نهى عمرو نجمه طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشكرك نورتيني وشكرا لحضرتك. تؤى هشام بشكرك، شكرا جزيلا نورتيني. ميرسي لحضرتك، شكرا جدا. ميرسي. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع نجمات وجميلات وابطال العالم في الكاراتيه والنادي الاهلي. انتظرونا في حلقه جديده مع الابطال، وقصه جديده وابطال جداد مع الابطال.